يقطع وائل، لكن تسقط ليه زياد حسن يعليها على حدود منطقه الجزاء النادي الاهلي. وادي هنا يا راجل، ده كلام، ده كلام، ده كلام، وضرب الجزاء لسه بقول ده كلام. هنا شرقيه وادهم سيد اعتمدوا على بعض، وعلى طول يدخل هنا، ده مين؟ ده عبد الرحمن. هو اهو شوفوا حضراتكم هنا الالتحام بقى. لا 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 لا، ما فيهاش كلام، خلاص الكلام خلصان. ادهم سيد واخد عبد الخالق عبد الرحمن، ما فيهاش كلام. واول انذارات اللقاء لادهم سيد، انذار وضرب الجزاء للشرقيه للدخان في الدقيقه 29. قلنا من بدري الشرقيه للدخان خد ثقه، خلاص دخل قفل. الاهلي بيلعب تحرك لسه بطيء شويه، كرات عرضيه كتير، مفيش انطلاقات طوليه. ادي ضربه الجزاء محمد سيد وادهم. محمد سيد يا ولد يا ولد، اهو قال لك انا غلطت وصلحت غلطي، محدش احسن من حد. يا نهار ابيض، محمد سيد وضربه جزاء اهي اهي. ادهم محمد احمد سيد يشيل، وهنا خالد السيد مكمل، وعلى طول التشتيت من ديفنس النادي الاهلي.